بس انا ده منه حق ابويا وامي واحنا قاعدين ندرس اخر حاجه عندي كان يوم ايه يوم ايه والدتي توفت في الاربعين بتاع اخويا من حزنها على الشهداء وعلى الناس اللي مات رسمي واخويا مات وهو بيشيل مصاب خد طلق قلبه وهو بيشيل واحد مصاب عشان يتعبه والظباط لسه في اماكن شغلهم ها والظباط لسه في اماكن عملهم لسه في اماكن عملهم منهم بيطلعوا الساعه 2 3 بالليل اللي هم الثلاث ساعات بتوع الجيش طلع 120 فيهم احنا كده مش عايزين وعايزين اقعد بينا وبين الجيش بين بعدك ممكن نخلص من رجال الجيش عندك ايه احنا مش عايزين كده عايزين تسيبوهم ينزلوا لوحديهم اهل الوحده شرفنا بتوع الجيش يبعدوا عشان نعرف ناخد حقنا وناس مش جايه ما توقفوهم عن العمل وامر حاجه يجي البط القديمه ديت بتطلع على مصر عندك ايه وتقول انا بقى خارج من البلد يتوقفوا عن العمل 20 جنيه مساعده مرضيه اللي يتوقف عن العمل مش هيلاقوا ياكلوا هم كده بياكلوا ويشربوا ويناموا واحنا اللي محطوطين جوه خد الورق